مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد الفاصل. مشاهدينا، البداية من صحيفة المدى، ونقرأ فيها مقالا بعنوان نائب ونائم بقلم علي حسين. ينتقد الكاتب إدراج رئيس البرلمان بالوكالة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على طلب نائب واحد، مشيرا إلى تجاهل القضايا الأكثر أهمية في المحافظات مثل الفقر والبطالة. ويسخر الكاتب من ادعاء النائب أن قانون الأحوال الشخصية لا يناسب العراقيين، مطالبا بمؤتمر صحفي لمناقشة الفساد وسرقة المال العام بدلا من تضييق حريات المواطنين. ويضيف الكاتب أن المدن العراقية تعاني من نواب فاشلين ولاؤهم للأحزاب وليس للمواطن، داعيا لمواجهة الانتهازية السياسية والفساد المستشري. النائب رائد المالكي الذي قدم مقترح التعديل عقد مؤتمرا صحفيا أخبرنا فيه مشكورا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يناسب العراقيين، وهو يخالف الدين والتقاليد والأعراف. وكنت أتمنى على النائب الذي ينتمي إلى محافظة العمارة أن يعقد مؤتمرا صحفيا يناقش فيه أحوال محافظته ونسبة الفقر والبطالة التي تعشعش فيها وغياب الخدمات وانتشار المخدرات. وإذا يسمح لي سيادته أن أعرض عليه تقرير وزارة التخطيط الذي جاء فيه بحسب مسوح ومؤشرات سابقة، فإن محافظة المثنى تعد الأعلى نسبة بالفقر، إذ تصل النسبة فيها إلى أكثر من 50%، وتليها محافظات الديوانية وميسان وذيقار التي تصل نسب الفقر فيها إلى ما بين 45%. ولا أعتقد أن وزارة التخطيط وزارة عميلة تريد إجهاض النهضة التنموية التي يقودها النائب رائد المالكي في محافظة ميسان. لعل السؤال الأهم لمن يتابع الوضع في العراق، هل ما يقوم به السيد محسن المندلاوي من تجاوز على القانون والدستور مقطوع الصلة بما جرى ويجري من خراب؟ وأن سلوكيات البعض ليست بعيدة عن نظام دولة المحاصصة الطائفية ووثيق الصلة كذلك بحرائق التعصب والانغلاق التي تنتشر اليوم في أكثر من مكان. فحملات إعادة العراق إلى القرون الوسطى التي يريد البعض أن يرفع رايتها في محافظات العراق، هذه الحملات هي نفسها التي يحاول البرلمان أن يرسخها من خلال قوانين تضييق الخناق على حريات العراقيين. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى صحيفة طريق الشعب، حيث نقرأ فيها مقالا بعنوان لماذا يريدون تعديل القوانين خلسة، الذي ينتقد سعي البرلمان الحالي لتعديل القوانين دون مناقشتها بشكل واسع وشفاف، مشيرة إلى أن تعديل قانون مهم مثل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يسبق بإعلان واضح ونقاش مفتوح. وتحذر المقالة من أن التعديلات المقترحة قد تهدف إلى إبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، مما يعكس مصالح ضيقة دون النظر إلى الصورة الكبيرة ويؤدي إلى تفاقم الفرقة المجتمعية. ويؤكد المقال أن التجربة تبين أن البرلمان الحالي يعمل بمنطلقات ضيقة دون النظر إلى الأثر البعيد. لعل أحدث مسعى للمجلس من هذا النوع هو محاولته تعديل قانون الأحوال الشخصية دون الإعلان عن تفاصيل التعديل وماهيته وأسبابه والحاجة الاجتماعية لإجراء مثل هذا التعديل. والحال أن تعديدا لقانون مهم مثل قانون الأحوال الشخصية لابد أن يسبقه إعلان واضح للبنود والفقرات المراد تعديلها، وأن يرافقه إطلاق نقاش حول التعديل المقترح، لا أن يتم تقديمه خلسة في الغرف المظلمة. وإذا صح ما يقال عن أن المراد من التعديل هو إضافة إشارات للطوائف والقوميات، فمن الواضح أن قوى متنفذة معينة تريد دق إسفين فرقة عبر إبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. ومن المعروف أن تعديل القوانين أو تشريع بدائل لها يتم عند الحاجة وإذا وجدت نصوص أفضل ترتقي بها، لكن التجربة تبين للأسف أن هذا يجري في البرلمان الحالي من منطلقات ضيقة ودون النظر أبعد من أرنبة الأنف.
نتناول الآن من صحيفة العرب الجديد مقالا بعنوان مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يفجر غضبا واسعا في العراق بقلم محمد علي. يستعرض الكاتب الجدل الواسع حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، والذي يهدف إلى تقليص حقوق المرأة في الحضانة وإدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق. يشير أيضا الكاتب إلى أن التعديلات المقترحة تعزز الطائفية وتبتعد عن مدنية الدولة، مما يثير انتقادات واسعة من الناشطين والحقوقيين. ويؤكد المقال أيضا أن التعديلات تهدد وحدة واستقلال القضاء وتعزز الطائفية الممزقة للنسيج المجتمعي العراقي. دعت منظمة حامورابي العراقية الحقوقية إلى سحب القانون، وقالت في بيان سابق لها نشر على موقعها الإلكتروني إنه لغرض التصدي للمحاولات الرامية لإخضاع العلاقات الأسرية إلى قوانين وتشريعات ذات أسس طائفية، نرفض شرعنة الطائفية في قانون الأحوال الشخصية، مضيفاً أن التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، ويشرعن الطائفية الممزقة للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الأسرية المختلطة، ويهدد وحدة واستقلال القضاء الذي نصت عليه المواد 19، 87، و88 من الدستور من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بالمجلسين العلمي الإفتائي السني والشيعي. إضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المادة 2 البند باء، ويتناقض مع التزامات العراق الدولية بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وبسبب الرفض لمشروع تعديل القانون، تم تأجيل القراءة والتصويت عليه منذ عام 2019، وشهدت بغداد تظاهرات متكررة لنساء ورجال رافضين له. نقرأ من مقال بصحيفة القدس العربي بعنوان إعلان بكين والولادات العسيرة للوحدة الوطنية الفلسطينية. يتناول المقال اجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين الذي أسفر عن توقيع إعلان بكين لتشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، يشدد المقال على أن الانقسامات والخلافات الداخلية لا تزال تعرقل الوحدة الوطنية، مع التركيز على أهمية تحقيق توافق حقيقي يمكن للفلسطينيين من خلاله مواجهة التحديات المستقبلية بصف واحد موحد. ويشير أيضا إلى أن مسؤولية العجز عن توفير الصف الفلسطيني تقع على عاتق الفصائل جميعها، خاصة حركتي حماس وفتح. مسؤولية العجز عن بلوغ مستوى توحيد لائق بنضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه تقع على كاهل الفصائل جمعاء، وعلى حركتي فتح وحماس أولا، وبصفة محددة تخص سلطة رام الله وسلطة غزة على حد سواء. ولا يغير من جوهر الشلل في جهود الوحدة الوطنية أن فصيلا يتحمل قسطا أكبر من المسؤولية بالمقارنة مع فصيل آخر، ذلك لأن الخطوط الكبرى التي ترسم مسارات العمل الوطني الفلسطيني ليست مبهمة، وهي تبدأ من منهاج أي حكومة وحدة وطنية متفق عليها بخصوص استحقاقات مبدئية يتجاوز تاريخها عمر الكيان الصهيوني، وتكتسب في الحقبة الراهنة تحديداً سلسلة أبعاد جوهرية تمس المصير والوجود. وإذا جاز أن ترى النور أي حكومة من هذا النوع، فمن الواجب عليها أن تكون مؤقتة بالتعريف وبما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوق أصيلة في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية تقرر هوية القيادة السياسية الشرعية. إعلان بكين خطوة إيجابية بالطبع، لكنها قصيرة في مسار طويل نحو الولادة العسيرة للوحدة الوطنية الفلسطينية. ننتقل الآن إلى مجلة بوليتيكو ومقال بعنوان سياسة هاريس تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة لن تختلف عن بايدن، بقلم نيهال تريسي. تقول فيها إن كاميلا هاريس المرشحة لنيل ترشح الحزب الديمقراطي لا تختلف كثيرا عن بايدن في سياساتها تجاه إسرائيل وفلسطين، ورغم تعبيرها عن القلق بشأن محنة المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإنها تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
يشير أيضا المقال إلى التحديات التي قد تواجهها هاريس من الناخبين الأمريكيين ومن سياسات نتنياهو، مع توقعات بتأثير محدود على التغيير الفعلي في السياسة الأمريكية تجاه الصراع. ويؤكد المقال أن هاريس قد تجد نفسها في موقف صعب بين دعمها التقليدي لإسرائيل ومطالب الناخبين العرب الأمريكيين. في معظم النواحي لن تختلف سياستها تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين بالضرورة كثيرا عن سياسة بايدن، كما تقول تريسي، التي أضافت كذلك: هذا هو الانطباع القوي الذي خرجت به بعد محادثات مع مسؤولين ومحللين أمريكيين حاليين وسابقين يراقبون عن كثب مساحة الشرق الأوسط. في كل مرة حاولت فيها الإشارة إلى أن هاريس قد يكون لديها وجهة نظر أكثر تأييداً للفلسطينيين من بايدن، تم تحذيري من عدم جعل تفكيرها يبدو ثنائياً للغاية. في الواقع أصر البعض على أن بايدن ينظر أيضاً، أو أصبح ينظر بالتأكيد، إلى الحرب بنفس القدر من الدقة مثل هاريس، لكنها كانت ببساطة أسرع في التأكيد على عناصر مثل الأزمة الإنسانية. وقالت ياسمين طيب: الناشطة التقدمية التي ساعدت في تنظيم الجهود خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لحمل الناخبين على اختيار غير ملتزم بدلا من بايدن بسبب سياسته تجاه غزة، لدى كامالا هاريس الفرصة لرسم مسار جديد وأن تكون أكثر تقبلا للشعب الأمريكي. لديها فرصة للتواصل مع الأمريكيين العرب وغيرهم من الناخبين الذين شعروا بالإهانة والتهميش التام بسبب سياسات الرئيس بايدن بشأن غزة. لا ينبغي لها أن تهدر هذه الفرصة بالجلوس خلف مجرم حرب متهم. الآن إلى الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تشكيلية فلسطينية تجسد آلام الغزيين بالفن. نختتم مع صحيفة القدس العربي وتقرير للصحيفة بعنوان تشكيلية فلسطينية تجسد آلام الغزيين بالفن من وكالة الأناضول. يعرض التقرير أعمال الفنانة الفلسطينية إلهام الأسطل التي تعكس من خلال لوحاتها الفنية معاناة الفلسطينيين في غزة جراء الحرب الإسرائيلية. تستخدم الأسطل الألوان الزيتية لإبراز المحطات الفارقة في الحرب، مجسدة تفاصيل النزوح والاعتقال والتعذيب، وتهدف من خلال فنها إلى توثيق الكارثة والمعاناة التي يعيشها سكان القطاع. كما تؤكد الفنانة أن فنها هو وسيلة لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي يواجهها أهل غزة. نتابع الآن مشاهدينا الكرام المقطع الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
دخول التاريخ كأول رئيسة سوداء للولايات المتحدة أمام كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي ودعمه لها مرشحة للحزب الديمقراطي، في انتظار حصولها على تفويض مؤتمر الحزب الديمقراطي الشهر المقبل إذا ما نجحت في إقناع منتقديها بقدرتها على هزيمة المرشح الجمهوري الشرس دونالد ترامب. فمن هي كامالا هاريس؟ البديل المحتمل عن بايدن أمام ترامب في الرئاسة الأمريكية. ولدت هاريس في 20 أكتوبر تشرين الأول عام 1964 بولاية كاليفورنيا من والد من جامايكا وأم من الهند. نالت درجة البكالوريوس في جامعة هوارد، إحدى جامعات السود التاريخية في واشنطن، ثم درست القانون في كلية هايستينغز بجامعة كاليفورنيا. شغلت هاريس منصب المدعي العام لسان فرانسيسكو لولايتين قبل أن تنتخب كأول مدعية عامة سوداء لولاية كاليفورنيا وأول امرأة في هذا المنصب في 2010 ثم في 2014، كما تعد أول امرأة من أصول جنوب آسيوية تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. تختصر هاريس الحلم الأمريكي للعديد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة بفضل أصولها اللاتينية الأفريقية التي ميزتها، وتعد من كبار منتقدي دونالد ترامب في العديد من القضايا، ابتداء من تعامله مع تفشي جائحة كورونا إلى العنصرية وصولا إلى الهجرة. وقد تعهدت هاريس بحماية المهاجرين من سياسة ترامب بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وأدانت قراره الرئاسي بمنع مواطني 7 دول غالبيتها مسلمة من دخول الولايات المتحدة، كما صوتت لمصلحة عزله في محاكمته بمجلس الشيوخ. وعلى الرغم من حصول هاريس على دعم بايدن للترشح في الانتخابات، إلا أن طريقها إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي في 17 أغسطس لن يكون سهلاً في ظل انتقادات تطالها، وذلك بسبب قصورها عن لعب دور في قضايا سياسية حساسة على أجندة الرئيس بايدن، على رأسها ملف الحدود الجنوبية وأزمة الهجرة، إضافة إلى حضورها الباهت على الساحة الدولية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.